صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ما يأتي به الجن إلى الكاهن من خبر السماء يقال له غيبا مقيدا عن أهل الأرض؟ يقال له إيش؟ غيبا مقيدا. مقيدا؟ نعم. أو مغيبا؟ يقول غيبا مقيدا. هذا الذي يأتي به الشيطان، ما هو بالجن، الشيطان الذي يأتي به الشيطان من استراق السمع، لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا في العنان، يعني في السحاب، حتى يستمعوا قول الملائكة، ثم يأتي الشهاب الذي يرميهم الله به، فقد يدركه الشهاب ويحرقه، وقد يلقي الكلمة على رأيه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة. الكاهن يكذب مع الكلمة الواحدة التي سمعت من الملائكة 100 كذبة، فيصدقه الناس في كل ما يقول بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء. نعم.